أيقظ المقاول الذي بداخلك شعار وطبعة الأولى لمنتدى الشباب المقاول الذي جمع 300 شاب ورجل الأعمال حققوا نجاحا في هذا المجال. المتابعة لسامي عثماني. المقاولاتية هي طموح هؤلاء الشباب الحاملين لأفكار أملهم أن تتجسد في مشاريع ناجحة، واليوم أصحاب الخبرة في المجال جاءوا ليأخذوا بأيديهم. هاد الشباب هما جامعيين ولا يعني يكونوا في دي سون دو فورماسيون، ولكن عندهم يعني على الاقل اون فورماسيون باش يقوموا بالمقاولاتيه ويكريوا الشركات تاعهم. ورجال الاعمال اللي راه معنا اليوم راح يهضروا لهم على التجارب تاعهم اللي قاموا بها. دون دي بيي فوازان اون بو كري اون انتربريز اون سيمين، وعلاش؟ باسكو يا دي سونتر اونيك وين كاع هاد لي كومبيتونس ادمينستراتيف سون ريوني. انا نجي افيك مون دوسيي جي افير ا تو لو موند ان ميم تو ماشي نجري. دونك هام لي سوجي كلي كو جي لاف سي او انفي دو بورتي. شباب تاكدوا ان التكوين سلاحهم والا عوائق تقف في وجههم. تعلمنا التقنيات المشروع كيفيه يعني تحقيق اهدافنا، كيفاش نلحقوا لهم. مشاركة اليوم هي من اجل تعزيز هذه الكفاءات والقدرات التي اخذتها من السابق. هناك معقد بالك بسيكولوجي، ولكن اللي يحب ينجح يقدر ينجح. وحتى وان كانت الخطوة الاولى من اي مشروع هي الاصعب، لكن اذا اخذ اهل الخبرة بايدي هؤلاء الطموحين فالاكيد انهم سيشقون طريقهم بخطى ثابتة نحو النجاح.